مرحبا بكم في كوزينتي، كوزينة دو توت لي بون مامون. اليوم نشوفو طريقة تحضير دولمة تاع الفلفل دون فاسون فيجيتاريان، يعني غير نباتات ما فيهاش لحوم. للكيفية نحتاجو فلفل حلو شويتو وفتحتو كيما هكذا، غسلتو وحليتو، نسحق ان بول تاع بيشاميل، سيبو الرابط اسفل الصفحة كنا بريباريناها انصامبل. نسحقوا حبابس الكبيرة مقطعة مكعبات شوية خشان، دبلتهم في الزيت معاهم غير فات تاع ثوم مرحي. نسحق حبة ولا زوج طماطيشات، نحيت لهم كامل اللب وقطعتهم رقاق. نسحقوا نص ربطة معدنوس، نص ربطة حشيش، مشيربة تاع الرز، خيرو رز المكور. نسحقوا سلق، ربيطة تاع السلق فورتها وعصرتها مليح من الماء. نسحقوا جبن طاري وجبن غاطي. هنا للتوابل نسحقوا ملح وفلفل اكحل ونسحقوا شويه زيت وندوزوا لطريقه التحضير. نبداو في التحضير، نحط لوغي، البصل، لي زيرب، الملح والفلفل الاكحل، لا توماط، نروح نجيب الزيت. درتها تسخن، بغينا لازم تكون سخونه بزاف. هنا الزيت لازم فريمون تكون سخونه. اي جو ميلونج لو تو. هنايا نزيد لو فرماج فوندو نعجنو، ونزيد كمية من لو فرماج غابي، ومن بعد نزيد نرحيه. كنعجنها مليح بيدي باش هداك لو فرماج فوندو يدخل في لافارس. نحكم ان بلا يروح في الفوغ، ندير فيه شوية لابيشاميل، نفرشها. شغول نروح نحطها في لو بلان. نروح جو كوفر دو بيشاميل، ندير طبقة خفيفة برك، ونعاود نصبودغي فوقها لو فرماج. نروح نديرو يطيب حتى يتحمر. من غراتان تاع الفلفل الفيجيتاريان راه واجد. بون اثناء الطبخ ما تنساوش بلي الرز حطيناه خضر ماشي مغلي، فرموه غير بالمغرفه هكا دو كوتي. كي تشوفوه بلي شرب كامل المرقه تاع لاصوص طوماط والمكونات اللي داخل، اشعلوا عليه من الفوق يتحمر. نقطعه لكم تشوفوا كيفاش جا. فوالا هاوليك، نقسم لكم الداخل. فوالا كيفاش يجي. ان شاء الله تكون عجبتكم الكيفيه وتنجحوا في اعدادها. اي ميرسي.